ولكن خصنا نزيروهم مزيان باش اذا حصلت شي بطه ما تهربناش شي فهاد العواد. باش البط ملي كيكون جايز كيحشي راسو هنايا، خصني نمشي غير بشويه باش ما يقطعش الشعر. واو كبير، شبارت والله الا شفت اللي ربطنا فيهم الشعره حصلت شي حاجه وتعطلت عليها، ما يخليش السبيب منصوب باش ما يغلوش في هذا البط. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم معنا في نهار جديد، ومرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله في الفيديو يكون عندي واحد التحدي ديال صيد البط. غنعدلوا واحد الفخ غيكون جديد، واول مره غنجرب هذا الفخ غنصاد به. ما عرفناش واش غنشبروا شي بط ولا لا، ولا شبرنا شي بطه غنشويوها اولا غنطيبوها في الاخر ديال الفيديو. اذا اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي ما تنساوش انكم ضغطوا لتحت، تشاركوا معايا في القناه وفعلوا معكم زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ان شاء الله. واذا الاخوان ديجا مشاركين معايا في القناه حتى انتم هبطوا لتحت عدلوا لي الاعجاب بالفيديو وخليوا لي التعليق ديالكم اسفل هذا الفيديو باش كتحفزونا نعدلوا لكم الجديد. نبداو الفيديو ديالنا اولا التحدي ديالنا على بركه الله، فرجة ممتعة. بسم الله، غنبداو كنوجدو في هذا الفخ اللي غنصادو به. غنحتاج جوج د العواد، وغنحتاج الشعرة د 30، وهاد الشمبيل ملي غنسالي غنلوي فيه الشعرة باش ما تشكلليش. أول حاجة غنعوض هاد العواد من التحت، غنسكمهم مزيان باش يدخلوا في الارض. كي الغيص الارض رطبه ماشي ضروري، ولكن خصنا نزيروهم مزيان باش اذا حصلت شي بطه ما تهربناش في هاد العواد. قالوا لي واجد نعاود ثاني، ثاني بهذه الطريقه غنشبر هذه الشعره ولا السبيب. هذا د 30 غنحاول نقطع منه 20 د الطروفه صغارين، كل طرف اولا كل شعره يكون فيها واحد 25 د السنتيم، يكونوا نفس العظم. الطول ديال نشبر واحد الطرف، نعمل واحد العقدة في القاع، بهذه الطريقة. دابا نعمل السريف، السريفة عادية كلشي كيعرف يعدلها، خاصها تكون كتسر. انا غنفسخها باش ما تبقاش يدوغ لي في الربيع حتى نمشيو للبلاصه اللي غنصادو فيها، وغنركزو العواد والشعره لساعه نبداو نعوطو السريفات نفتحوهم ونعوطوهم في البلاصه ديالهم. الخيط ولا السبيب غيكون فيه واحد 5 متر، وغنعلق فيه ديك 20 ديال الخيوطه اللي قطعتهم صغارين، نخلي بيناتهم واحد 5 سنتيم. الطرف غنربطو في هذا العقد، هذا العبر اللي غنخدم به. نشبر ديك الطروفه صغارين وغنبداو كنربطهم في الشعر. ملي ربطت هاد الشعرة وساليتها ما غنعدلوش ديك السريفات هنايا حتى نمشيو للبلاصة اللي غنصبو فيها هاد العواد، عاد غنبداو نعدلو السريفات وخصنا نخليوهم معاوطين يجيو مدورين بهاد الطريقة. كتجي السريفة حدا السريفة وكيبقاو معليين فوق الماء، خصهم يبقاو عاليين
باش الباطن ملي كيكون جايز كيحشي راسو هنايا في هاد الشعره وكتسرف عليه، اولا يسطام عليها برجلو، المهم ماشي شغلنا، المهم اهم حاجه نزربوها في البلايص اللي كيكون فيها الباط، يعني شي بلاصه يكون الباط كيكوز منا ما نعرف حنا والزهر ديالنا واش غادي نجحنا هاد الطريقه واش غنشبروا شي حاجه. الساليد دابا كلشي غنجمع هادشي في التنبيل وغنمشيو واحد البلاصه كيمشي ليها الباط بزاف وغنجربو نزربوهم. وجبت معايا حتى ديك الفيخه خذ المره اخرى ديك الحدايد جبتهم ب10 بهم حتى هما نصبتهم هما الاوليين باش نجبرو فين تلها وما بقاوش غير جالسين كنستناو هاد الشعره باش اذا محصلت شي حاجه هنايا ما نعرف نشبروها في اخر. انا داخل في الامازون باش نمشيو نصبو هاد العجب، ما عرفتش واش نشبرو شي حاجه ولا لا. الفكارن هنايا على الجهد تراصم فين ما تمشي يبان لك الفكر. البلاصه هذه هي اللي غنصف فيها الفخ، غنعمل واحد العود هنايا نركزو في الطرف وغندي الشعره حتى للطرف ديال هنا وغنعمل لها واحد العود اخر، يكون جوج العواد واحد هنا وواحد هنا وغنعملوا ديك الشعره من الطرف للطرف. العود الاولي غنركزوا حدا هذا ابردي باش ما يبانش ما يخافوش منه وغنتكي عليه مزيان. ونشبر الطرف ديال الشعره وغربطو في هاد العود، ساعة نشوف القياس ديال العلو اللي خاصني يشعل ديك السريفاتي اديو في القاع ديال الماء يبقاو معليين غير شوية. انا مشيت هنا في هاد الغيف غنطلق دابا التشمل. هذا الطرف والاخر غربطو في هاد العبد هادي اخر واحدة. غنزيد نحنيه شويه هاد السريفات غير اديو الماء. دابا غنصبو هاد النوع هذا وغنجربوه واش غنشبرو به شي حاجه. العود في 5 ديال القطع اولا الطروف هاد الشعره طول ديالهم 30 دي سنتيم، هاد الشعره ولا السبيب 30. غنشبرو هاد البلاصه هادي بانت لي الباط كيكوز من لهنا وركزوا في الارض. غنتكي عليه مزيان حتى يتعاوض مع هذا الربح. غنشبر هذه الشعره نعدلوا السريفات. نعدلهم ب5 هادي اخر واحدة صافي. دابا غنمشي نصب ياخرين باقي لي 3 وغنمشيو نستنى نشوفو على الله نشبرو شي حاجة. دابا البطة ولا شي دجاجة د الماء كانت جايزة من هنايا
هاد الشعره غيتخلى مع الرجله وغتصرف عليها. شوف معايا انايا الفكار السلاحف والنينجا هبطوا كيخافوش فوق واحد العود. الحمد لله ساليت هاد الفخ نصبته مزيان وعاودته ودابا غنمشيو نستناو على الله نشبر لكم شي حاجه. المهم خاصنا نشبروا شي بطه باش نطيبوها للغدا. المره اللي فاتت شبرنا واحده صغيره ماشي صغيره كبيره جايزه للضحيه غير ما بغيتش نذبحها. كان خصني نشبر شي واحده تكون كبيره تامره وكطير. واليوم نعاودوا هاد التجربه هاد الفخ شبرنا شي حاجه غنبارطاجيه معكم. ماشي ضروري نشبروا البط باش نبارطاجي معكم هذا الفيديو. اي حاجه غنشبروها غنشاركها معكم. المهم غير عجبكم هذه الفكره ويعجبكم هذا الفخ اللي ساهل وبسيط اي واحد يمكن له يعدلو. قللت عليهم ب 10 ما كاين والو. دابا غنمشيو نجلسوا شي بلاصه ونسمروا عليهم ودعيو معنا نشبروا شي بطه اليوم باش نوجدوها للغدا. الفيديو اللي فات ما كتبش طيبنا البطه ولكن هذا الفيديو دعيو معنا نتوفقوا فيه. والله الا شي حاجه حاصله يا ربي ما تهربش. خليكم معايا حتى نوصل. ماشي البطه والله ما نعرف شنو هاد النوع. خصني نمشي غير بشويه باش ما يقطعش الشعر. يا ربي ما يهربش. انا اصلا غنتركوه. هو شبرت لكن كيخاف عندي يعطني. هو شبرت. اول حصيله اليوم واخا ماشي البطال. المهم الحمد لله شبرنا الطيار. تجربة ناجحة وهاد الفخ ناجح 100%. حاصل مزيان هنا. نحيد له هاد على ضفرين عنده. لاصق لاصق هنا. كنشبر له من المنقر ديالو باش ما يعطش. سبحان الله على طويار كياش عامل سبحان الله. أول مرة كنشوف هاد النوع. الحمد لله شبرنا اول حصيله ولا اول طويار. انا كخصني شبر البطه ولكن ملي شبرنا هذا يعني التجربه ناجحه وهذا الفخ ناجح نقدروا نشبروا به البط. يلا كنت غنوريه لكم وغنتلاقلو هو هرب. كان خصني عايزين نتصور معاه شويه ماشي مشكل ابي يرجع يحصل شي واحد كبير عليه. الواد عامر بالفكار. انا شبرت واحد واو كبير تبارك الله. قال لي شي واحد اخر هنايا ولكن ما عاد فين مشى. كنظن شي حاجه حاصله غنمشيو نتاكدوا على الله تكون شي بطه اليوم نزردوها. ما عرفتش اش من نوع هذا حاصل. مع الاسف ماشي البطه ما عرفتش اش من نوع هذا. اجي غنطلقو لك. شبرت والله الا شبرت. حصل مراس اوف والله تشبرت كيما قلت لكم كيحصلوا مراس. انا حيته انا بصخت الحصيله الثانيه اليوم.
هذا كنظن غير شفري يا اخي، ماشي شي نوع كبير. حيدتي على عطل الصقل، سبحان الله كيف النوع عامل. يماه كتغوت غنطلق له دابا. على رجلي، سبحان الله، غنطلقو له. خصنا البط البط هذا. المهم التجربة ناجحة والفاق ناجح. صافي 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 صافي، سبحان الله. شوفوا على رجلين، رجلين عنده عملاقة وطوالين، وهذا دابا صغير صغير باقي فريا. صافي اسكت غنطلقو. يلا مشي غنطلق له. غنشوف اذا كانوا الطيور كيجيو لهنايا بزاف ولا الباط وما كيحصلوشي، غنزيدو شي واحد اخر بحال هذا طويل غنصبوه حداه. ما كان والو، ما كيجيوش يطيروا على البلاصه. صافي غنكتفيو غير بهذاك. بارك، يلا نستناو فشي بلاصه. لست تحت هذه الشجره، ملي هنا كيبان لي ديك البلاصه اللي نصط فيها ديك الشعره. الحمد لله دابا شبر جوج الطيور، باقي خصنا غير البطه هي اللي ناقصانا باش نعدلوا الغدا. وهاد الطويار هذا ولا هاد النوع بجوج بهم ما عرفتش الاسماء ديالهم. اللي يعرف الاسم ديالهم يخلي لي التعليق ديالو اسفل الفيديو. سبحان الله تحت لنا الفرصه اليوم باش شبرنا هاد الطيور وتعرفنا عليهم. هاد الزنابر عاملين الفورميلا وانا الفوق. سمع هاد العواد اللي ربطنا فيهم الشعره، حصلت شي حاجه وتعطلت عليها وقطعت الشعره مقطعه. هاد الشعره هادي د 30 وكيقطعوها، خصني شي وحده غليط. المهم اذا عجبتكم هاد الفكره هادي وبغيتو نعاودو شي فيديو نصطادو غير بهاد الطريقه هادي وجيبو شي شعره صحيحه، قولوها لي في التعاليق نعاود نصبهم. وعلى الله درجع اذا حصل شي حاجه. غنمشي نشوف ديك الفخ واش حاصل فيه شي حاجه. دابا شي 5 ولا شي 6 المرات كنجي نشوف، ما كانش بار حاصل والو. ما بغيتش نبقى دابا بساعه كنصور، قلت حتى الاخر ولا حتى تحصل شي حاجه عاد نصوروها. العشيه جات كما كتشوفوا، غنمشيو حنا دابا شويه وقبل ما نمشيو خاصنا نجمعوا ديك السبيب ولا الشعره. اللي غيجرب هذه الطريقه ما يخلي ويسالي، ما يخليش السبيب منصوب باش ما يغلوش في هذا البط وهالانواع د الطيور ويبقاو واغلين تما ويموتوا. ضروري جمعوا ديك الشعره وديوها سيبوها في شي سطال الزبل. انا هادشي اللي غنعمل ان شاء الله، غنسلم الصياده وغنجمع كلشي. وحتى البط اليوم قليل، ما كاينش فيها البلاصه مره، ما عرفتش ملي حصلوا هادوك، خاف وقيله وهرب. هذا دابا اللي باقي هو هذاك ما فيه والو. جمعت كلشي وجبرتوني ماشي في حالي. انا حاصل في هذا المستنقع هنايا، هذا الغيص خطير كيغطس بعض البلايص والله حتى للنص. باش كنقدر نقوز فيه دابا كاين هاد الربيع، هاد الربيع هو اللي كيخليني نسطم ما نغطش شي بزاف. اما اذا ما كانش هاد الربيع غنغطس ديركت. وهاد اللبسه هادي الرحمه. بلا بها عاود كاع والله ما كنت غنقدر ندخل. العشيه جات وجبرتوني غنمشي بحالي، والحمد لله توقنا في هاد الطريقه د الصياده بالسبيب. الطريقه سهله وبسيطه، اي واحد يمكن له يعدلها ويصطاد بها غير السبيب. كنعدلو سريفه وكنزلوه في البلايص اللي فيها الطيور، غير كيقوزو الطيور من تما وكيحصلو. ما كنعدلو لا ماكلة لا حتى شي حاجه. واذا بغيتو تقترحوا عليا الافكار ديالكم ونجربوا شي طريقه د الصياده، خليو لي التعليق ديالكم اسفل هالفيديو. وبغيت نشكركم كاملين على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات اللي فاتوا، وبغيت نشكركم بالنسبه للناس اللي كيعدلوا لي الاعجاب والتعاليق بالفيديوهات. واذا اول مره كتشوفوا الفيديوهات ديالي، ما تنساوش انكم ضغطوا لتحت اشتركوا معايا في القناه وفعلوا معكم زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا ان شاء الله. واذا الاخوان ديجا مشاركين معايا في القناه حتى انتم هبطوا لتحت عدلوا لي الاعجاب بالفيديو وخليوا لي التعليق ديالكم اسفل هذا الفيديو باش كتحفزونا.
نعدلو لكم الجديد. وما نساوش الشعار ديالنا، لسنا الافضل لكن لنا اسلوبنا الخاص. تلقاو في شي فيديو اخر وموضوع جديد، مع السلامة.